السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على حبيبنا محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم بلغ سلامنا إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، إخواني في الله، يروى في الأثر أنه لما جاء بإبراهيم ليلقى في النار ارتجت السماوات والأرض، وما من ملك في السماوات ولا في الأرض إلا ضرع إلى الله أن يأذن له أن ينقذ إبراهيم. فقال لهم الله: إن استجار بكم فأغيثوه وإن استجار بي فأنا نصيره. إخواني في الله، وكأني ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيثبتاني تاني بعد كل اللي خسروه في المرة الأولانية، بعد كل اللي خسروه قبل كده بيثبتاني عليه الصلاة والسلام، وكأني بملائكة السماوات بتطرع إلى الله أن يأذن لها أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب الله بيثبتاني تاني بعد كل اللي خسرتوه في الاقتصاد وفي سمعتكم وفي صورتكم قدام العالم. يا جماعة، المجنون ما بيقدرش يتحكم في تصرفاته، هيتجننوا يعملوا ايه؟ هيتجننوا. روم واحدة من الرومز بس اللي ابتدوا على الإسلام على النت أسلم فيها 13,000 واحد من الفراني، هيعملوا ايه؟ ما بالكم انتشار الإسلام في العالم الوقت شكله ايه؟ هيتجننوا. تخيلوا، مش عارفين، جنود جيش محمد اللي على القارات الستة الوقت بينصروا دين الله والإنجازات اللي ربنا بيفتحها على إيد كل جندي منهم هتموتهم. جنود جيش محمد، قالت الرحمة فضائحنا لسه شايفين اللي فعل معاها. فعل معاها ليه؟ ومنع البث والحرب عليها عشان كلمة في القناة: جيش محمد سوف يعود. الرعب من جيش محمد، الرعب من جنود جيش محمد. انصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بكلمك الوقت عن نص دينك، نص دينك بيسب. لو نص دينك ما يهمكش خلاص انت حر، لو نص دينك ملوش قدر عندك خلاص انت حرة. الخطر الوقت نص دينك، هتعمل ايه عشان نص دينك وبيسب الآن عليه الصلاة والسلام؟ الطريق الوحيد للجنة رسول الله، لن تمر الى الجنة الا بنصرته، لن تصل الى الجنة الا بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة من رب العالمين الى يوم الدين. اللي بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويلهم في الدنيا وفي الاخرة، يا ويلهم في الدنيا وفي الاخرة. اسمع بقلبك قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ، يوم القيامة، مش 24 ساعة زي ايام الدنيا، 50,000 سنة، كل سنة بتعدي قد ايه؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، اللي أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، اللي مسك بايديه ريشة ورسم رسومات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يومئذ طول ال 50,000 سنة هيتعرض ربنا هيقول دلوقتي. يومئذ يود الذين كفروا، يود هيحاول باستماتة الذين كفروا وعطوا الرسول اللي أذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. لو تسوى بهم الأرض، مشهد للخدي رهيب، مشهد للندامة رهيب. مفيش تعبير على وجه الأرض يعبر عن الندم القاتل أشد من كلمة لو تسوى بهم الأرض. لو فرمة تيجي تفرمهم وتساوي بهم أرض المحشر، مليارات البشر يدوسوا عليهم برجليهم بس ما يتعرضوش للخدي اللي هم فيه. لو تسوى بهم الأرض، إخوان هما بيتمنوا ده ليه؟ عشان السنة كلها كل المعادن اللي فيها ساحب وبيصب الحمم على قد الأرض صب؟ لا، ده بيحصل بس مش بسبب ده. عشان جبال الأرض سيرت وبتنفذ كل حاجة في طريقها؟ لا، ده بيحصل بس مش ده. عشان الشمس انكدرت، عشان الشمس بقت على بعد مين من الرؤوس، عشان الحر القاتل والعطش القاتل؟ لا، في حاجة أشد من كل ده، في حاجة أشد عليهم من تسيير الجبال، أشد عليهم من دك الأرض، أشد عليهم من الزلزال العظيمة، أشد عليهم من أهوال القيامة، أشد من كل اللي بيحصل. رعبهم من اللي هيحصل لهم أمام الله بسبب أذاهم لرسول الله. لو تسوى بهم الأرض، تعبير عن الندم القاتل والخجل القاتل. إن اللي عاش عمر
بيعملوا صدره بيغلي كأزيز المرجل من خوفه عليهم. هم بيعملوا معاه كده وبيؤذوا كده وبيعتدوا عليه كده عليه الصلاة والسلام. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هيقولوا كل حاجة، هيتمرغوا في أرض المحشر، هيقولوا على كل حاجة أذوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لا يكتمون الله حديثا يعني هيقولوا كل حاجة، مش هيكتموا حاجة خالص خالص. بعض الناس راحوا لابن عباس رضي الله عنه قالوا له يا ابن عباس لو لا يكتمون الله حديثا ازاي وربنا بيقول ان هم هينكرهم وهيقولوا ان احنا رب، والله ربنا ما كنا مشركين، هينفوا كل اللي عملوه. ازاي بقى ربنا بيقول في ايه ثانيه ولا يكتمون الله حديثا؟ فاذا بابن عباس بفهمه ترجمان القران رضي الله عنه يقول ولا يكتمون الله حديثا يعني جوارحهم هتنطق عليهم بكل اللي عملوه. الله اكبر. انت متخيل تخيل معايا مشهد، وهؤلاء اللي أذوا رسول الله واللي رسموا رسومات عليه عليه الصلاة والسلام واللي كتبوا بإيدهم مقالات ضده واللي عملوا مواقع نت ضده واللي قاموا حرب على أتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وتخيل وجوارحهم بتنطق عليهم أمام الله ويكتشفوا إن الإيدين اللي رسموا بها هذه الرسومات كان ولاءها لرسول الله مش ولاء ليهم، كان ولاءها لله ورسوله مش ولاء ليهم. أنت تخيل المنظر والجوارح بتنطق عليهم بكل أذى أذوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يحشر أعداء الله، المرة الوحيدة اللي ذكر فيها أعداء الله في القرآن بهذا اللفظ في السورة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يقعدوا يدفعوا ويكربسوا على بعض زي البهائم، بقوا زي البهائم في الآخرة. هو ده عقبة اللي هيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى هيفضلوا يهانوا كده حتى إذا دي فجائية مفاجأة، حتى إذا ما جاءوها أول ما هيلاقوا النار من ضمن استعمالات كده الفجائية ولا استعمالات أخرى في اللغة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سبحان الله العظيم، كل كلمة سمعوها عن رسول الله، كل كلمة كل منظر شوفوا عن رسول الله، جلد إيديهم ورجلهم وجوارحهم يشهد عليهم بكل ما فعلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا انتقامه من كل من أذى رسول الله في الآخرة، انتقامه هيبقى انتقامه في الدنيا، انتقامه في الدنيا. زكريا بطرس، ما ينفعش نقول زكريا بطرس، بطرس يا جماعة بطرس ده صحابي لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، صحابة سيدنا عيسى من أعظم صحابة سيدنا عيسى، زي سيدنا أبو بكر عندنا كده، ده ما ينسبش إلى بطرس. زكريا بطرس لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عمل برامج في شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل له إيه؟ حصل له إيه؟ تطلع صاحبة القناة اللي بيطلع فيها في البي بي سي امبارح، تطلع على مرأة ومسمع من العالم وتعلن أمام العالم طردها زكريا بطرس، تطرده وتهينه قدام الدنيا كلها، يا مهنته ويا خزيه ويا خذلانه قدام الدنيا كلها. حاول ان هو يهين رسول الله، ربنا اهانه قدام الدنيا وعذاب الاخره اكبر. اللي هيحاول يحارب رسول الله، الله شفنا انتقام ربنا لرسول الله في الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي حصلت في العالم، الله هينتقم لرسوله. امال احنا بنقول ننصر رسول الله ليه؟ عليه الصلاه والسلام بنحاول ننصره ليه؟ بقول لك انصريه وبقول لك انصره ليه؟ قالوا معذره الى ربكم، عشان نعبد الى الله، عشان ننال شرف ان احنا نصرناك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نصرناك يا طريقنا الوحيد للجنة عليه الصلاة والسلام. اللي هيخذل مننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيخذل المسلم في الدنيا في موقف يحب الله ان ينصره فيه، ربنا هيخذله في الاخره على رؤوس الاشهاد. ما بالك باللي هيخذل حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بالك لو انت خذلت الرسول؟ ما بالك لو انت خذلت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ننصر رسول الله. حمزه بن عبد المطلب خرج في رحله صيد رضي الله عنه، كان لسه مشرك وقتها، ابو جهل شتم النبي عليه الصلاه والسلام واعتدى على النبي عليه الصلاه والسلام. حمزه راجع قالوا له الحق، ابو جهل سب محمد عليه الصلاه والسلام، ابو جهل سب رسول الله. تخيل احساسه
وكان لسه مشبك لما سمع ان النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم، راح لابو جهل ولطمه لطمه شجله راسه وقال له اتسب محمد وانا على دينه؟ ربنا خلاه سيد الشهداء بسبب نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز نقول للدنيا كلها اتسبون محمد ونحن على دينه؟ هما لما يبصوا ما يلاقوش رجاله هيقولوا ان هم عايزين يقولوه، انما لما يلاقوا رجاله اتسبون محمد ونحن على دينه، احنا هنوري العالم كله احنا هننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه، هنوري العالم كله يا اخواني في الله لو متنا عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا ما عرفناش نعيش عيشه نرضي بها ربنا، نموت موتة ترضي بها ربنا، نموت فداء لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، هنعمل ايه؟ هننصر حبيب الله، هننصره ازاي؟ يا جماعه ابو ايوب الانصاري مره جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في شيء في لحيه النبي فشاله، اخذوا ابو ايوب، فقال له رسول الله: اخذ الله عنك. عارف لما واحد يقول لواحد ياخد عدوينك؟ يعني اللي اخذ حاجه بس كده حته تراب علقت بلحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا ينصره وياخذ عنه وربنا ينصره على من عداه، ما بالك لو انت نصرت حبيب الله صلى الله عليه وسلم، نصرت حبيب الله معاذ ومعوض بن عفراء اللي قتل ابو جهل لما كانوا في غزوه بدر، وبيقولوا لعبد الرحمن بن عوف: يا عماه اين ابو جهل؟ ليه؟ عايزين ابو لهب قصدي، عايزين ابو لهب فين؟ قالوا له: ان امنا اخبرتنا انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. امنا، الامهات كانوا شغالين في البيوت بيشحنوا الاطفال على كل واحد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجاله طالعين عشان ينصروا دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه جعفر في مؤتة اتعرضت عليه فرصه ما ترددش خدها، بقى جعفر الطيار بقى بيطير بجناحين في الجنه، لما تتعرض فرصه ان احنا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم محدش يتردد، محدش فينا يتردد، حمزه ما ترددش، حمزه لم يتردد نفر الرسول، ربنا نفر ورفعه، جعفر الطيار ما ترددش لما الفرصه اتفتحت، ربنا خلاه جعفر الطيار، ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا فرصه جديده يا جماعه والله، انا بعتبر كل ازمه بتمر بالاسلام فرصه، انا بعتبر لما يحصل ازمه غزه، لما يحصل ازمه العراق، لما يحصل اي ازمه، اي حاجه تتعلق بدين الله في الارض، ازمه شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بعتبر انها فرصه ليه؟ هنقول للدنيا كلها، هنوري الله احنا بنحب دينه قد ايه؟ وبنحب ربنا قد ايه؟ وبنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ رسول الله، انا مش محتاج قبل ما اقول لك انصر رسول الله، اقول لك انا انصر مين؟ انصر اللي عمل عشانك ايه؟ من المشاهد اللي محفوره في ذاكره الواحد، مشهد رسول الله، اصل الفيلم اللي بيجمع مشاهد رسول الله اللي تقطع قلوبنا، مشهد كتير قوي، مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محبوس في الغار ثلاث ايام في رحله الهجره، لو عطش ما يعرفش يخرج يجيب ميه، لو حب ان هو مفيش ثلاث ايام في حته عليه الصلاه والسلام اصلا قاعد فيها، تخيل حتى قد ايه لو قفلت عليك تموت ثلاث ايام، ثلاث ايام عشان دينه عليه الصلاه والسلام، مشهده وهو بيطوف حوالين الكعبه ليوم الهجره لما جبريل امره بالهجره، وهو عارف انه اخر مره، اخر مره ممكن يشوف الكعبه فيها عليه الصلاه والسلام، لانه هيسافر المدينه خلاص، الدم الدم والهدم الهدم، هيعيش في المدينه خلاص، هيجي مكه بعد كده ثلاث ايام في عمره القضاء و10 ايام في فتح مكه، خلاص ما عادش يتحرم من الكعبه عشان انا وانت وانت النهارده نطلع من عمره الحج نطوف حوالين بيت الله الحرام ونستمتع ببيت الله الحرام رسول الله حبيب الله، ننصره ازاي يا جماعه؟ ننصر رسول الله ازاي؟ عارف تنصره ازاي؟ عارف تنصره ازاي؟ انك تنضم لجنود جيش محمد. انا مش هقول لك انصره بكلمه ولا انصره بموقف ولا انصره، انا هقول لك الحل اللي فعلا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش انك تبص لجيش محمد وهو طالع وتقعد تتحفله وانت تقعدي تقولي قلبي معاك، لا، انك تنضم لجنود جيش محمد في الارض، انك تشوفي صغر تقفي عليه تنصري به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك تشوف صغر من صغور جيش محمد تبقى جندي عليه تنصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض اخواننا من الدعاء لله لما نزلوا قريه مسلمه في اوغندا عشان يدعوها عشان يجددوا معاني الايمان في قلوبهم، القريه دي عمرها ما شافت مصحف، لما شافوا مصحف اهل القريه كلهم اتصوروا مع المصحف، اتصوروا خدوا صوره مع المصحف، عمرهم ما شافوا مصحف، وبعد كده كل واحد قطع حته من المصحف عشان تبقى في بيته. تخيلوا يا جماعه احنا ورانا مسؤوليه، احنا سايبين الدنيا بيموك فيها الكفر، احنا سايبين الدنيا يا جماعه، احنا ورانا رساله، مش ده مكاننا يا جماعه، ده مش مكاننا، احنا المفروض نبقى زي الصحابه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد في ارض بيفتحها، كل واحد في بلد بيدعوها، كل واحد في قبيله بيعلمها، تفرقوا في الارض ينشروا دين الله في الارض، ده مكاننا،
مش مكاننا القعده اللي احنا قاعدينها دي. وقالوا ضرنا لكم مع القاعدين. قاعدين قاعده بتعمل ايه؟ انت قاعد بتعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ انتوا مش عايزين تبقوا مع اصحابه في الجنه؟ اعملوا زي ما هم عملوا، اتفرقوا في الارض انصروا دين الله، اتفرقوا على صغور الاسلام انصروا دين الله. يا اخواني في الله، بعض اخواننا اللي بيبلغوا الاسلام في البرازيل ورموني صوره لما نزلوا يوزعوا كتب اسلاميه، واحنا امراه برازيليه مد ايدها كده اهوت، مد ايدها والصوره جايبه منظر ايدها وهي ممدوده مستنيه كتاب، والله كاني سكينه شقت قلبي بالظبط. قلت المنظر ده منظر مليارات في الدنيا، مديت ايديهم بيقولوا لنا انقذونا، انقذونا من الخلود في جهنم بسبب الكفر، انقذونا من تعاسه الدنيا والاخره بسبب الكفر، انقذونا. قلت لهم المراه دي ايه؟ قالوا لي دي استاذه في الجامعه في البرازيل، وفضلت ماده ايدها نص ساعه لغايه ما اديناها الكتب كلها، روحت رجعت لنا ثاني يوم معاها اثنين ستات وواحد رئيس جامعه واثنين استاذات في الجامعه في البرازيل، وكلهم لبسوا الحجاب واسلموا يوميا. وبعدها جت خدت كتب لكل طلبه الجامعه اللي هي بتدرس فيها في البرازيل. قلت سبحان الله، كم واحد مدد لك ايده عشان تنقذه، تنقذه بكلمه تنقذ مصيره بيها، كم واحده مدالك ايدها؟ كان يا جماعه، كان يا اخوان. احنا مقصرين، احنا مقصرين. اهل الباطل، اهل الباطل بيشتغلوا ليل نهار واحنا مقصرين في نصر ديننا يا اخواني. رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصر رسول الله في نهايه هذه الكلمه، نصرة رسول الله مش عايزين كلام، نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك انت تنضم لجنود جيش محمد، جيش محمد اللي سوف يعود، اللي قتلهم، اللي حرق قلوبهم، اللي بيحاربوا الاعلام الاسلامي لانه بيقول جيش محمد سوف يعود عليه الصلاه والسلام. يا جماعه لو فريق اجنبي نزل يلعب في منتخب القومي بتاعنا وهو بيلعب المنتخب القومي بتاعنا، فهو نزل لها 11 لعيب في الملعب، 11 لعيب من المنتخب القومي في الملعب، ولقى 100,000 واحد متفرج هتيفه هتيفه قاعدين يصرخوا ويصوتوا ماسكين الاعلام وداحنين وشوشهم بعلم مصر، ولقوا الهتيفه دول في المدرجات. الفريق الاجنبي هيخاف من ال 11 لعيب بتوعنا اللي في الملعب ولا هيخاف من ال 100,000 متفرج؟ هيخاف من ال 11 لعيب، مش همه ال 100,000 متفرج. اهو احنا لو كلنا ملايين وقعدنا نهتف الاسلام سيدنا محمد نصر الدين الله صلى الله عليه وسلم، لو قعدنا ان احنا نهتف احنا كل ده هتيفه متفرجين، انما الرسول عليه الصلاه والسلام ايه اللي ينصر؟ انك تنزل بقى، انك انت تنزلي. الوقت يوم 20/5 اعتبروه يوم عالمي لنشر الرسوم المسيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا جروب على الفيسبوك لغايه دلوقتي عددها من 40 ل 50 الف واحد بيحاولوا ان هم بكل قوتهم انهم يذلوا العالم الاسلامي باكتر حاجه ممكن تحرق قلوبهم، وهو رمز الاسلام، ورمز الاسلام على الارض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحاولوا ان هم يرسموا الرسول، عملوا موقع اسمه دروم محمد، يعني ارسم محمد عليه الصلاه والسلام، يعني ارسم اي رسومات مسيئه، حتى لو على الايميلات بتاعتكم ترسموا اي رسومات وتبعتوها لاي حد، حقد. عايزين يعولموا مسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا عايزين نشقهم نصين، عايزين نثبت لهم ان لا يمكن المسلمين هيفضلوا احياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيسب. كل اللي هم بيعملوه ده علامات نصر مبين، علامات نصر عظيم، علامات نصره لدين الله. قال تعالى: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله، مش هذا ما توعدنا الله، لا، وعدنا، وعدنا ده وعد، ده بدايه النصر، ده بدايه الفرج يا جماعه. اللي بيحصل ده هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اللي بيحصل ده يا اخواني، اللي بيحصل ده يعني باذن الله سبحانه وتعالى بقيه النصر. قال تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يا اخواني، يا اخواني، ده دين ربنا سبحانه وتعالى. نص دينك بيسبح، تعملي ايه؟ يعني في موقع اتعمل باذن الله سبحانه وتعالى للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، www.muhammadday.com، يعني يوم محمد بقى، يعني اليوم العالمي اللي هم عايزين يعملوه شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين نعمله يوم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهننصرك يا رسول الله كل يوم، وهننصرك يا رسول الله ليل نهار باذن الله. www.muhammadday.com، محمد M O H A M M E D
دي طبعا dayy.com. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا ينصر بكم الإسلام، ربنا ينصر بكم الدين في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب يا رب تمر الأيام وإحنا على طريق نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقابل في يوم الأيام نقبض في بعض وسط أفريقيا، في جنوب شرق آسيا، في أمريكا الجنوبية، في أوروبا، في البرتغال، في أستراليا، وإحنا بنجري عشان ندعو إلى الله ونجاهد في سبيل الله ونفتح الأرض وننشر الدين في الأرض. يا رب يا رب اللهم أخرج منا دعاة وداعيات، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات إلى دينك على منهج السنة، إنك ولي ذلك والقادر عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة ورب العالمين. إلى يوم الدين وجزاكم الله خيرا.